انترفيو مواصلين في برنامجكم حتى التسعة متاع صباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. بعد شوية ضيفتنا السيدة وزيرة البيئة في برنامجكم إكسبريسو والآن نمشيو في المباشر معنا السيدة رانيا بيخازي ديكتريس دو بيرو دو لويتي للجزائر ليبيا مغرب موريتانيا وتونس. صباح النور، مرحبا بك على موجات إكسبريس اف ام سيدة رانيا بيخازي. صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. سيدة رانيا بيخازي، لويتي ناشطة جدا في تونس في مجالات مختلفة. شنو هو التركيز نتاعكم اليوم في تونس؟ على شنو مركزين الاكثر؟ اي نوع من المشاريع؟ عندنا مشاريع، عدد كبير من المشاريع، بس من أهم المشاريع هي خلق فرص عمل للشباب التونسي، لنأكد أن الشابات والشباب التونسي بيضلوا بالبلد وبيلاقوا فرص عمل لائقة بتونس. فعندنا مشاريع بتتعاطى بالريادة الأعمال، عندنا مشاريع بتتعاطى بالتنمية المهارات، إن كانت المهارات ريادة الأعمال ولا السوفت سكيلز، عندنا مشاريع بتتعاطى بالتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وهذا الشيء من خلال الإيكونومي سوسيال إسوليدير، مشروع جناس ومشروع فورتريس، عندنا مشاريع بتتعاطى بعمالة الأطفال، وعندنا مشاريع كمان تتعاطى بالإدوكاسيون فينانسيير، كما عندنا مشاريع كمان تتعاطى بالديفلوبمون لوكال انتجري، بحيث أنه نكون موجودين بمناطق معينة بالبلد ونشتغل على استعمال الطاقات الموجودة البشرية كما والمادية، بحيث نعمل عملية كونستركسيون باستعمال كل شيء موجود بالمنطقة بطريقة انكلوسيف وبارتيسيباتيف لحتى نخلق فرص عمل لائقة وندرب الناس على طرق كونستركسيون جديدة وبتخلق لهم فرص عمل لائقة بمناطقهم. وهذه فقط فكرة، يعني في ثواني يظهر عمل سهل معناتها، ولكن فرق تخدم على مختلف المواضيع اللي قدمتها، مواضيع تمس معناتها الاقتصاد التونسي عن قرب، والعمل تركزوا أكثر على الجهات على المناطق يعني داخلية، مش كان فقط يعني في العاصمة، بل بالعكس ممكن فما تمييز إيجابي يعني وأكثر عمل على المناطق الداخلية. من المواضيع اللي تركزوا عليها وتكلمت عليه مرتين عن طريق برنامج جوناس وفوتوريس كما كنت تقول، هو موضوع الاقتصاد الاجتماعي، علاش التركيز عليه؟ الاقتصاد الاجتماعي بالنسبة لنا للآيالو أول شيء طلعت الديفينيسيون انترناسيونال تبعيته سنة 2022 بمؤتمر العمل الدولي. نحن منركز عليه لأنه اكتشفنا من بعد جائحة كوفيد أنه هي طريقة من الطرق لحتى نطلع الناس من القطاع الغير منظم ونجرب تدريجيا ناخذهم على القطاع المنظم. كما اتضح لنا كمان أنه في مناطق كتير فيها سيدات وشباب بيخافوا يفوتوا بريادة الأعمال لأنه هذا الشيء في مسؤولية وفي عبء عليهم، فطبعاً الريادة الاجتماعية بتخلينا نفوت كجماعة إن كان سيدات ولا شباب، بيفوتوا مع بعضهم ويتحملوا مسؤولية مشاريعهم وبناء عليه بيفتحوا مشروع وبيخلقوا فرص عمل لهم وبيزيدوا الانتاجية تبعيتهم وبيزيدوا الريشاس والريجون اللي عم يشتغلوا فيها. كما وأنه التمكين الاقتصادي للشباب ضرورة وطنية موجودة بالبلان دو ديفلوبمون ناسيونال، وتمكين المرأة اقتصاديا أيضا. فبالنسبة لنا الاقتصاد الاجتماعي هو طريقة لحتى نجرب نحط العالم مع بعضها لتشتغل مع بعضها وتقدر تخلق هالفرص العمل، أولا تخلي الناس بمناطقها تشتغل بالزراعة، تشتغل بالارتيزانات، تشتغل بالأغرو أندستري، وتخلي السيدات كمان تفوت بطريقة أكبر على سوق العمل وتشتغل ونستفيد من مهاراتها. فالاقتصاد الاجتماعي بالنسبة لنا إتموين وأوسي ان بوتنسيال لحتى نقدر نمكن اقتصاديا المرأة والشباب بالمناطق اللي موجودة برات العاصمة. طبعا في كلمة سيدة رانيا بيخازي تم معناتها العمل على زوز برامج، فما صار ريفاند تشالنج معش كانت حاب تقول عليه كلمة، وبصفة عامة السوشيال انوفيشن فاند اللي هي مبادرة مهمة، في شنو تتمثل اليوم؟ ومن بعد حبيت تعليق بسيط على شفنا الاتفاقية اللي وقعتوها مع البنك التونسي للتضامن شو اللي بتشمل. فإذا معناتها الريفاند تشالنج والسوشيال انوفيشن فاند، شنو ما هذا؟ طبعا مشروع جوناس بيتعطى بعدة فاندز خلقناهم لأنه بنعرف شو هي بيئة العمل بريادة الأعمال. طبعا عندنا مشاكل بوصول الشباب والسيدات على فرص التمويل
وبناء عليه الاتفاقيه اللي مضيناها مع البي تي اس مهمه جدا، لانه هاي الاتفاقيه بتخلي الشباب والسيدات يوصلوا على فرص التمويل، وهذا الشيء عاده بيكون كثير صعب. بالاضافه للانوفيشن فوند، طبعا الشباب لما يكون عندهم فكره، كل الشباب بيكون عندهم فكره، بتكون الفكره يمكن ما بترد على احتياجات السوق او ما بتكون فيزابل. وبناء عليه السوشيال انوفيشن فوند بيشتغل معهم لحتى يشوف قديش في حاجه لهالفكره، ليدياسيون يعني، قديش في حاجه لهالفكره وقديش ممكن تلاقي سوق لحتى تنجح. لانه رياده الاعمال مش بس بخلق فكره ونمشي فيها، هي بما هي حاجه السوق، ما هي حاجه الزبائن، واذا نحن عم نرد على طلب موجود. وبناء عليه الايدياسيون هي كثير مهمه، والشباب لما بيعرفوا انه فكره المشروع تبعيتهم عندها سوق، مفروض يقدروا يعملوا بيتش لحتى يشوفوا اذا هن مقتنعين جدا بفكرتهم وقادرين على انه على تطبيقها. رياده الاعمال منا شيء سهل، وخاصه بالاقتصاد الاجتماعي، فيها كثير مسؤوليه، فيها تعاطي بالمصاري، وفيها كمان مسؤوليه للسوق وللمجتمع. وبناء عليه لما نحن نشتغل مع الشباب والسيدات من مراحل متقدمه جدا، من هي الايدياسيون الى ان نامن لهم فرص العمل، فرص التمويل، وبيكون في اكومبانيمون مع كل توت لي اسوسياسيون ناسيونال الموجوده بالمناطق اللي بتعطي الدعم التكنيك المطلوب من حيث الانكادرمون، من حيث المنتورينج والكوتشينج. هذا الشيء كثير ضروري لحتى يقدروا ينجحوا بخلق مؤسساتهم. واضح. بالنسبة للاتفاقية مع البنك التونسي للتضامن، شنو اللي باش تشمل؟ البنك التونسي للتضامن هي اتفاقية بتخلينا نحن نستعمل البنك اللي هي بنك وطني لحتى نقدر نفوت فيه فلوس، لنقدر نعطي هدول الفلوس بطريقة مع احترام كل المعايير المطلوبة بالبلد، بطريقة صحيحة للناس اللي ممكن تستفيد انه تاخد هدول الفلوس وتفتح مشاريع. وبما انه نحن ما بدنا نخلق نظم جديدة، بنفضل نستعمل النظم الموجودة بالبلد ونكون متماشين معها بطريقة صحيحة لحتى يقدروا هدول الناس يوصلوا لفرص التمويل. يعطيكم الصحة على العمل اللي قاعدين تقوموا به، حابينها تكون مصافحة صباحية تسلط الضوء على بعض الأعمال اللي قاعدة تصير باش نعرفوا بها أكثر للشباب جوني مون جون دايوغ. شكرا لك سيدة رانيا بخازي، ومرحبا بك في تونس. شكرا لك. يعيشك. شكرا، شكرا جزيلا. بون جورني. بون جورني. رانيا بخازي إذن لا ديريكتريس دو لويتي للجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا وليبيا.